السلام عليكم، أهلا بكم في قناة صحيح البخاري. مشاركتك هتفيدك وتفيد غيرك، ما تنساش دعمك لينا، لايك وكومنت ومتابعة فضلا وليس أمرا. باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة. حدثنا قتادة قال حدثنا يزيد قال حدثنا عمرو عن سليمان قال سمعت عائشة حا وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال سألت عائشة عن مني يصيب الثوب فقالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وآثار الغسل في ثوبه بقع الماء. حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد قال حدثنا عمرو عن سليمان قال سمعت عائشة حا وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان عن ابن يسار قال سألت عائشة عن المني يصيب الثوب فقالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وآثار الغسل في ثوبه بقع الماء.